في الخطوة الثالثة من حسابات وتحليل سيكس سيجما هو تحديد المعاملات أو القيم المطلوبة من الجداول، وفي الحقيقة هي عبارة عن قيمة واحدة، يعني فاكتور واحد هو يدعى بالD2 فاكتور. هذا الD2 فاكتور بتم الحصول عليه من جداول الثوابت المستخدم في لوحات ضبط الجودة وفحوصات الفرضيات اللي هي الفاكتورز فور كنترول تشارتس ليميتس تيستس اوف هايبوثيسز. في فاكتورز كثيرة في هذا الجدول A2، ويعني كثيرة بنروح على D2، D small، في D capital، لا احنا بنروح على D small 2 وننزل لتحت عند N واحد، لأنه كل منتج بنقيسه لمرة واحدة، فبكون الفاكتور هو عبارة عن 1.128. ناخذ هذا الفاكتور وهو الفاكتور هذا 1.128، وهو الفاكتور الوحيد اللي بيلزمنا في حسابات وتحليل 6 سيجما. ننتقل إن شاء الله للخطوة الرابعة.